عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا متنساش نعمل لايك، نشترك في القناة، وقبل ده كله نصلي سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهاردة بيتكلم عن كنزة والدور الجميل جدا اللي عملته في الفزورة بتاعتها، وكان عن مصر جميل جدا جدا، ولقى ردود افعال عند المصريين حلوة قوي، ان هي قلدت المصريين كويس جدا، وطريقة غنيها جميلة جميلة جميلة، حلقة كانت فوق الرائعة بصراحة. وكمان هي حبت تسأل متابعيها كانت ايه هي احسن يعني شخصية جسدتها، كانت كليوباترا ولا ملكة الكشري. شخصيا بصراحة هما الاتنين حلوين جدا، بس انا شخصيا عجبتني اكتر الشخصية بتاعت ملكة الكشري بدلعها وبرقتها وبغنيها. ربنا يوفقها يا رب ان شاء الله، ويقومها بالف سلامة يا رب العالمين. بشوف حضراتكم على الف خير في فيديو جديد وخبر جديد. وبصراحة مش بس في مصر، كان كمان في الجزائر لقيت ردود افعال جميلة جدا جدا جدا، وكانت من افضل الناس السنة دي كنزة في تمثيلها وفي الفوازير اللي عملتها فوق الرائعة. شوف حضراتكم على خير في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمة الله. ربنا يوفقها ويوفق حضراتكم اجمعين. سلام.